تغيير النهارده، التغييرات اللي تمت في المباراه، خروج اكرم توفيق للاصابه ونزول محمد عبد المنعم مكانه، وخروج ايضا الباك الشمال طبعا احمد فتوح ونزول ايمن اشرف مكانه. هل شايف ان التغييرات دي صحيحه وتوظيف صح للاعبين؟ هو التغيير يعني كان عندنا عمر كمال كان المفروض ينزل مكان طبعا لما اكرم توفيق اتصاب كان طبيعي ان هو اللي ينزل، فجينا بمحمد عبد المنعم هو اللي نازل. هي التغييرات مهما كان كارثيه، ما اقدرش اقول غير كده، مفيش الا تغييره واحده هي اللي زيزو، وبرده ما نجحش معاه لانه خرج مصطفى محمد. تغييره محمد شريف ان انا خرج انزل محمد شريف اخر دقيقتين، معلش يعني اخر دقيقتين هيعمل لي ايه محمد شريف؟ محمد شريف كان لابد الدفع بيه بدري، لان احنا اتفقنا ان احنا لقينا كذا كره عرضيه، منتخب مصر عمل 10 كرات عرضيه في المباراه، مفيش واحده فيهم صحيحه، لان مفيش مهاجم صحيح موجود جوه الصندوق يقدر يخلص الموضوع بالظبط. فانا 10 كرات عرضيه استفدت منهم ايه؟ والمراوغات وكل اللي حصل من الوينج اليمين بعد نزول زيزو ما استفدتش منه. ناحيه الموضوع بتاع التغييرات، معلش هو كان مجبر عليه، تمام كان مجبر عليه شويه. بمعنى ايه كان مجبر؟ بمعنى انا عندي فتوح كان افضل لعيب في البطوله العربيه، فتوح اللي هو افضل لعيب في البطوله العربيه انا خسرته في الشوط الاول. فتوح دلوقتي بعتبره قيمه كبيره في المنتخب، تمام، زيه زي الشناوي زي محمد صلاح، تمام. فتوح لما خسرناه احنا خسرنا وينج، وخصوصا ان عمر مرموش ما كانش في مستواه، ولما نزل برضو رمضان صبحي برضو ما شفناش الاداء العالي من رمضان صبحي، وده بسبب انه معلش برضو بعيد عن مستواه في الدوري. يعني رمضان صبحي مهما كان يعني انت كنت شايف ان وجود رمضان صبحي في المباراه مش ده الصح؟ رمضان صبحي ما عملش اداء كويس في الماتش، تمام، وما عملش اداء كويس في الدوري. ان انا اديله ماتش زي ده، كان شايف مين اللي ينزل مكان بدل من رمضان صبحي؟ هو رمضان، لا انا كنت عايز انزل بهجوم مهما كان، انزل بهجوم يعني. انا عندي مصطفى محمد ومحمد شريف عندهم ثقه، تمام، لعيبه معلش هدافين، انا عايز دلوقتي لاعب هداف مهما كان يكون افضل ان انا ادخل واحد منهم في منطقه الجزاء. انما رمضان بعيد عن مستواه كتير جدا. عبد الله السعيد كان المفروض ينزل النهارده، انا كنت عايز حد في قلب الملعب يستلم من النني وحمدي فتحي، تمام، انما ما كانش فيه اللقطه دي. هل يعني وجود عبد الله السعيد النهارده على دكه الاحتياطي وعدم نزوله للمباراه ده بيبين لنا ان في ازمه ثقه وعدم ثقه ما بين كيروش وعبد الله السعيد، بالرغم من ان هو استدعاه وما خدش حد زي مجدي قفشه؟ هو كيروش في الماتشات اللي فاتت اثبت ان هو مش عايز المركز ده، يعني هو جاب عبد الله السعيد، طب عبد الله السعيد لو حصلت له اصابه لا قدر الله، طب مين البديل؟ انا عندي 28 المفروض يكون له بديل. معنى ان هو ما جابش بديل لعبد الله السعيد انه مش مقتنع اصلا بمهام المركز ده، هو كل اعتماده على الاطراف والاطراف النهارده خذلوه، بس هو اللي خذل نفسه لانه بيلعب طرف بقاله 8 شهور ما بيلعبش، وعمر مرموش مهما كان ما لعبش برضه الماتشات بتاعتنا في كاس العرب ما كانش معانا، تمام، فما فيش تدريب كبير للعيبه دي، اللعيبه دي ما عملتش اي ماتش ودي، تمام، فده اللي خلانا نفوق قدام نيجيريا والماتش ده يفوقنا شويه ان هو يرجع لطريقتنا العاديه اللي احنا ممكن نلعب بيها. واحد زي عبد الله السعيد بلاي ميكر، تمام، هيفيد محمد صلاح، مش هيخلي الضغط كله على محمد صلاح. احنا شفنا النهارده الضغط كله على محمد صلاح، محمد صلاح كان لما بتستلم الكوره 3 أو 4 لعيبه عليه، محمد صلاح النهارده ما عملش اكتر من مراوغتين صح واحدتين، وده ما بيحصلش ابدا مع محمد صلاح. خلينا نرجع